انا بعتذر لكم يا جماعه، انا واحد اسمه رفض برضه ماسك فيها ومش هسيبك ومش هسيبك. احمد السقا يشتبك مع المصورين في عزاء محمد الصغير، وامير كارارا يتدخل. شيعت أسرة خبير التجميل المصري محمد الصغير جثمانه في مسجد السلطان بمصر الجديدة في القاهرة وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين. ودخل الفنان أحمد السقا في نوبة بكاء هو وابنه ياسين، كما دخل في مشادات عنيفة مع المصورين والصحفيين المتواجدين في الجنازة، وذلك لرفضه التصوير نهائيا، مما دفعه للانفعال على بعض. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه، واعف عنه، اللهم اكرمه من جلاله، اللهم انسه بالقدم. وحاول الفنان امير كارارا التدخل سريعا لاحتواء الازمه وتهدئه زميله. ثم اعتذر السقا من المصورين قائلا حقكم علي. انا بعتذر لكم يا جماعه، انا بعتذر لكم. واحد اسمه رفض، انت برضه ماسك فيها ومش هسيبك ومش هسيبك. اما يسرى التي حضرت العزاء على الرغم من تحذير الاطباء لها فكتبت: صديقي وحبيبي واخوي العظيم الطيب الجدع محمد الصغير، في ذمه الله كلامي فيك مش هيوفيك حقك، لأنك كنت عظيم في كل حاجة إنسانياً وعملياً، وغلوتك عندي فوق الوصف. هتوحشني وربنا يصبرنا جميعاً على فراقك يا غالي. إنا لله وإنا إليه راجعون.